انت شو بتشتغل؟ انا ما بشتغل، انا بدرس. لك لا يا ابني ما فهمت علي، قصدي شو بيطلع بايدك تشتغل؟ انا بغني، فيك تقول فنان متواضع، بس صوتي ماشي حاله. فنان؟ لك يا عين عليك، يا سلام، والله احلى شيء بهالدنيا الفن والطرب. بس عدم المؤاخذه يا ابني، فن وعازه والله ما بيشتغلوا، الفن بده فت عمله. ايه بس في كثير ناس بلشوا من الصفر وصاروا هلا اهم نجوم الوطن العربي والعالم. مزبوط، معك حق، بس هدول لقوا مين يرفعهم لفوق، يطالعهم السلم فوق فوق. لك يا ابني الفن هون عنا بهالبلد ما بيطعمي خبز، الفنان بيموت فقير وبيعيش فقير. يا اما عدم المؤاخذه، بدك تشتغل شيء مسخره، وبهذا الزمن مو ماشي الا المسخره. في ناس ما عملوا مسخره وصاروا. لك ابني بدنا نرجع لنعيد الحديث من اوله، هدول يا ابني في مين مدلهم ايدهم ودعمهم وطلعهم السلم درجه درجه وكملوا. المهم يا ابني انك تنجح وتستمر بالنجاح. انا بدي مصاري، بدي عيش امي احسن عيشه، والغنى بيجيب مصاري، يعني انا بدي اسمي يلمع. اوعك يا ابني تبلش صغير، اللي ببلش صغير بيضل صغير. اسمع يا ابني، اذا بدك الناس تحترمك تجيهم من فوق. اسمع مني هالنصيحة، خليك راس على طول، امرك لا تكون ذنب ولا تتكبر، لانه الله اكبر. خليك بسيط ومنيح مع الكل، لانه الفنان راس ماله هدول الناس، هنن اللي بينزلوا وهنن اللي بيرفعوا. اوعك تبلش صغير.